بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي هو مقدمة في لغة البرمجة HTML اللي هنبدأ فيها إن شاء الله مع بداية الفيديو ده، وننتقل كل فيديو إن شاء الله نشرح معلومة كده إلى أن يكون عندنا معلومات متكاملة عن لغة البرمجة الحالية، وبعد كده هنشرح إن شاء الله CSS لغة التنسيق، لغة برمجة أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالـ HTML، وهنبني بيها إن شاء الله موقع على الإنترنت ونتعلم عمليا كل الحالات العملية إن شاء الله أو أغلبها، يعني على قد ما نقدر، ونبسط المعلومات قدر الإمكان. لغة الـ HTML هي اللغة الأساسية لبناء هيكل أي موقع على الإنترنت، الجوجل، فيسبوك، أي موقع حضرتك تتخيله، يعني الهيكلة بتاعته كلها الأساس بتاعه HTML، فده المنطلق اللي المفروض انت تبدأ منه مباشرة عند بناء أي موقع أو صفحة على الإنترنت. تنسيقات وتظبيط النصوص والصور والديفات والكلام ده كله هيكون من خلال الـ CSS، وبعد كده هنتعامل مع جافا سكريبت إن شاء الله ونتعلم إزاي نعمل الانتقالات والشغل اللي هو يحتاج الى اكواد الجافا سكريبت. ايه هي ال HTML وهنحتاج ايه علشان نشتغل فيها؟ ده اللي هنتعلمه ان شاء الله. طبعا ال HTML احنا محتاجين عشان نتعلم او عشان نشتغل في ال HTML محتاجين نتعلم اولا المفاهيم الاساسية، ايه هي المصطلحات اللي هنشتغل عليها، ايه السكشن، ايه الديف، ايه الفوتر، ايه الهيدر، ايه السايد، ايه النافيجيشنز، ايه الديفات المهمه جدا اللي هنتعامل بيها، والاتريبيوتس بتاعتها، وكل ده هنتعلمه ان شاء الله في خلال الشروح والفيديوهات. الموضوع سهل خالص وبسيط خالص، ما فيهوش اي مشكله، وحتى لو في بعض التريكات كده ان شاء الله هنحاول نبسطها كعادتنا، دائما بنحاول نبسط المعلومة على قد ما نقدر، يعني انها توصل لك كده سهلة وبسيطة. محتاجين كمان محرر نصوص او محرر اكواد. كلمة محرر نصوص ده يفكرنا بايه؟ مباشرة يفكرنا بالوورد او النوت باد بتاع الويندوز، النوت باد اللي بنكتب فيه العادي ده، او برنامج الوورد، ما هو اسمه محرر نصوص. يعني ايه محرر نصوص؟ يعني هقدر ان انا اكتب في برنامج اقدر اكتب فيه نص، حروف وكلمات ورموز وكلام من ده. يعني ممكن نشتغل على الوورد، ايوه. ابني موقع على الانترنت من خلال الوورد، ايوه ممكن، ماشي، بس احنا مش هنشتغل على الوورد. ليه؟ ولا على النوت باد الرئيسية الأساسية اللي هي البسيطة خالص. لو عاوز حضرتك تشتغل عليها مفيش أي مشكلة خالص، ولكن في حاليا تطبيقات كتير بتساعدنا إننا يعني نتعلم ونعرف إيه هي، وتساعدنا في إكمال الأكواد وتنسيقات، عشان طبعا أحيانا بيكون الموقع متداخل كتير كتير كتير، وبيكون فيه يعني لازم ان يكون فيه اداة كده تساعدنا نعرف بدايتنا فين ونهايتنا فين، نهاية الجزء ده فين، السكشن ده فين، الديف ده فين، السبام ده، الباراجراف ده، الحاجات دي كلها لازم. فهنستخدم اي محرر اكواد من اللي هنشرحهم في سلايد التالي ان شاء الله. كمان محتاجين عشان نعرض الشغل بتاعنا مستعرض انترنت، مستعرض انترنت محتاجين يعني مثلا كروم او فايرفوكس او اوبرا او انترنت اكسبلورر، بس يعني لا ننصح بانترنت اكسبلورر لان يعني الامكانيات فيه بتكون يعني مش مدعومه كتير يعني، خلاص. فاحسنهم وافضلهم طبعا كروم، وده اللي هنشتغل عليه غالبا في الفتره الحالية. ولكن لو اشتغلت على اي متصفح تاني مفيش مشكله، هيعرض شغلك تمام التمام ان شاء الله، ومش هتظهر مشكله. ولو ظهرت مشكله دي فرصه كويسه جدا، لما تظهر معاك مشكله ما تقلقش كده وتقول مش، لا، اعرض المشكلة، ماشي، ونبدأ في التعليقات طبعا، ونبدأ اننا نتفاعل مع بعض كده، واللي يقدر يساعد يساعد ويكتب المساعدة بتاعته والحل بتاعه المقترح في التعليقات، وكلنا نحاول نتواصل مع بعض. طيب ايه محرر النصوص والاكواد اللي احنا سيبناه ده اللي في النص ده، وقلنا هنرجع له بعد شوية عشان نتعلم ايه هي محررات النصوص اللي هنستخدمها في الشغل بتاعنا. اشهر المحرر طبعا في
يعني عشرات يمكن مئات محررات النصوص، ومنها اللي هو اونلاين كمان، يعني تدخل كده على الموقع وتكتب على الصفحة مباشرة ويساعدك في عمل الاكواد دي واخراجها وكل شيء. ولكن انصحك بثلاث محررات، واحد منهم اختار واحد منهم، سبلايم تكس، وانتبه انه سبلايم بالام مش بالان، ماشي؟ ده مفيد وخفيف وسهل، وكمان يعني فري، هو والنوت باد، نوت باد بلس بلس، بس مش النوت باد العادي، نوت باد بلس بلس. طبعا ده النوت باد، نفتحه كده، ده النوت باد بلس بلس، تمام، وده السبلاين، ماشي. وفي عندنا كمان اللي بننصح بيه اهم وافضل من دول الاتنين، اللي هو طبعا العملاق الفيجوال ستوديو، فيجوال ستوديو كود، ده رائع رائع رائع. انا حاليا هشتغل على النسخة اللي هي دي نسخة 2010، دي المتاحة عندي حاليا، ولكن طبعا حضرتك ممكن تشتغل على اي نسخة. ده الفيجوال ستوديو، وان شاء الله هنشتغل عليه، ده اللي هنشتغل عليه غالبا في شغلنا كله ان شاء الله. طبعا ملاحظ هنا ان فيه يعني علامة اكبر من وعلامة اصغر من، و HTML و head، وال head يعني والميتا تايتل والبادي والاتش والحاجات دي، ده كله هنتعلمه ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. طبعا معانا ثلاثة، محرر نصوص او كذا، بننصح بواحد منهم، سبلاين تكست ده رائع، نوت باد رائع ايضا، ولكن الاروع والافضل طبعا هو الفيجوال ستوديو كود ده، ولكن ده طبعا يعني نوت فري، ده مدفوع، تمام. ننتقل بعد كده الى الشريحة اللي بعد كده، مكونات اي موقع انترنت. اي موقع انترنت بيكون فيه يعني بعض المكونات السهلة البسيطة كده، الهيد اللي فوق بيكون فيه بعض اللينكات كده لكونتاكت اس والسيرفيس اللي بنقدمها والهوم والحاجات دي، النافيجيشن بار ده بيكون فيه برضو، يعني هنتعلم كل ده ان شاء الله، في سايد بار برضو بيكون فيه لينكات وكده، والسيكشنز اللي موجودة في الموقع بتاعتي او الديفات او الباراجرافات، يعني الاشياء دي مهمة خالص خالص وهنتعلمها ايضا، وازاي ننسقها ونضيفها فيه. وبعد كده في الفوتر اللي احيانا بيكون فيه يعني بعض الايقونات كده للفيسبوك وتويتر والكلام ده، وبعض اللينكات البسيطة في الفوتر. موقع انترنت بيكون فيه هيد هيدر والبادي او جسم والنافيجيشن والتسجيل والنوافذ الجانبيه اللي سايد بار دي، قد تكون طبعا على اليمين او على اليسار هي والنافيجيشنز يعني ده، او قد تكون ايضا في الاعلى، ما فيش اي مشكله خالص. كل ده طبعا هنحاول نمر عليه في الفيديوهات القادمه. طبعا ده الفيديو الحالي ده هو مقدمه للغه البرمجه الاشهر عالميا والاساسيه في بناء المواقع، وهي ال HTML، ان شاء الله تفيدنا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. هنكمل وهنبدا في اول جزئيه معانا في شرح لغه البرمجه HTML. تابع معانا الفيديوهات دي، اعمل سبسكرايب للقناه، اعمل اضغط على زر جرس التنبيهات، وشارك المحتوى، ونبدا على بركه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.